السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 1983 ذهبت إلى السودان في اجتماع للجمعية الطبية الإسلامية هناك. كنت أنا ساعتها لسه متجوز جديد، مراتي إسرائيلية جت في سبتمبر 83. كان في 83 أيضا اللي هو المجاعة والقحط والجفاف شرق أفريقيا، خاصة في إثيوبيا اللي هو في إريتريا وتيجراي. كنت مشيت أنا مع اللي هو الجمعيات الإسلامية في الجامعات، وكذلك مع جمعية الطب الإسلامية في لندن إلى آخر. فقالوا لي روح تحضر الاجتماع ده في الخرطوم. فما كانش معايا فلوس تذكرة الطيارة، واخد بالك، فنزلت لندن، قابلت الإمام الشيخ حامد خليفة، يعني ربنا يديله الصحة، الإمام المركز الإسلامي هناك، وكان هو تلميذ والدي في معهد أحمد ماهر الأزهري الابتدائي منذ الخمسينات يعني أو الخمسينات يعني. ورحت له هناك وقلت له احنا عايزين كذا، يعني نروح هناك عشان في اجتماع للجمعية وانا عايز اسافر هناك الخرطوم. يعني ما كانش ليا اي وجهة نظر على اعمل ايه للاريتريين او للتجرانيين الى اخره. ففتح الدرج كده جزاه الله خير، طلع يعني دايما اما في ناس بتخش عليهم تديهم كاش كتير في ايديهم، طلع رزمة كده قال لي دي تذكرة الطيارة بتاعتك اللي هو 300 جنيه. قلت له طب معايا زميل تاني، قال لك زميلك التاني ده يعتبر يعني مستشار، فهو ممكن يجيب التذكرة الطيارة لنفسه، انت لسه متجوز جديد وكذا وكذا الى اخر يعني. المهم خدت الفلوس وقطعت تذكرة الطيارة، بسأل المنظم على الرحلة دي اروح فين في السودان، قال لي تنزل السودان يا ابن الحلال، قبل مين اروح فين؟ مفيش فايدة، يهديك يرديك، قال لي مفيش فايدة. انا من حسن حظي ان انا كنت زرت الخرطوم قبل كده، وعارف ان الخرطوم في الوقت ده كان في 76 الكلام ده، زرت والدي وكان بيشتغل هناك في الجامعه الاسلاميه في مدرمان، وفيها اوتيل اسمه الصداقه، فيها هيلتون، وفيها الاوتيل القديم اللي اسمه جراند هوتيل اللي بنوه الانجليز على النيل يعني. فقلت خلاص انا هنزل الخرطوم، وطبعا ما لا ادوني عنوان ولا ادوني اي شيء الاخ اللي هو الشاب الدكتور العظيم ده، بدون مش عايز اذكر اسمه عشان ما حدش ايه يضايقه يعني. المهم نزلت المطار، كانت الطياره وصلت حوالي الساعه 2 صباحا او اكتر، او يعني في الوقت ده كده. طبعا خرطوم نايمه نوم عميق، دايما خرطوم نايمه نوم عميق. وخدت التاكسي وقلت له شوف ابدا باول اوتيل اللي هو جراند هوتيل، اللي انا كنت يعني كنت زرته قبل كده الى اخره، كنت انا بحبه لان الستايل بتاعه كان قديم. وقفت التاكسي قدام الاوتيل، كان حوالي الساعه 3:30 كده، وسالت على الاسماء اللي كانت موجوده، قالوا لي موجودين هنا. فقلت الحمد لله، نزلت الشنط وقعدت في الايه في الاوتيل معاهم الى اخره. وانتهى الاجتماع، كان لمده يومين تقريبا، عن عمل الجمعيه الطبيه في امريكا في دول اوروبا الى اخره. وقبل ما امشي جالنا شاب كده من جمعية اسمها الوكالة الأفريقية الإسلامية للغاثة، فروحت معاه أزور المقر بتاعهم، هي ما زالت تعمل إلى الآن، وكان بتعامل مع اللاجئين، وكان جزء من منظمة الدعوة الإسلامية إلى آخره. فبدأ يديني بعض الصور على المجاعة اللي حاصلة في إريتريا وفي تيجراي، واللي كان ممثلها التلفزيون تمثيل قوي جدا جدا جدا، حتى ان في احد الحفلات اللي عملها بوب جيلدوف جمعوا فيها 50 مليون جنيه استرليني في يوم واحد ما بين امريكا ولندن الى اخره، وكان اول تبرع هو مليون دولار من احد المحسنين من دوله الامارات العربيه المتحده في ذلك الوقت. المهم انا تاثرت كتير جدا بالصور اللي انا خدتها، وبعدين حصل ان انا بدات ارى الصوره الاخرى، الاعلام ان هو كان مركز فقط على اخواننا المسيحيين وما كانش مركز على المسلمين على الاطلاق. كان كل المساجد بتجمع تبرعات تعطيها لكل المؤسسات الخيريه جزاهم الله خير اللي غير مسلمه، ما كانش في اي جمعيه مسلمه خالص. فانا في الطريق في العوده وديت الصور دي لاهلي
بدأت أجمع تبرعات، وجمعت تبرعات من والدتي ووالدي وخالي وخالتي وعمتي وعمي، حوالي 1500 جنيه مصري في الوقت ده. وكان فيهم ال 20 قرش، لو انتوا فاكرين قصة ال 20 قرش بتاع الطفل اللي هو أصبح دلوقتي أستاذ في الجامعة. ورجعت وبدأت أقعد مع الشباب عشان نحاول نعمل حاجة لأفريقيا، كلهم طردوا وقالوا مالناش دعوة بأفريقيا، إحنا دي خليها لكم. فقعدت أنا وشاب زميلي كان بيدرس دكتوراه في الكيمياء، واتفقنا إننا نفتح حساب في البنك. كان معايا ال 1500 جنيه المصري دول، وبعدين بعد كده أنا قلت خب الجمعة في جامعة برمنغهام وفي جامعة أستون، جمعت حوالي 500 جنيه تانيين، وبالفلوس دي حطيناها في البنك وعملنا حساب علشان نساعد اللاجئين اللي هم موجودين في أفريقيا في هذا الوقت. هكذا كانت رحلة جمعية البلد الإسلامية دي، كانت مهمة جدا أنها بتكمل ارتفاع معدل الوعي في مخي عشان ابتدي أعمل شيء. يعني من 82 ل 83 بدأت قصة الوعي ترجع لي مرة أخرى. فأنا أشكر الناس، طبعا لما بدأنا العمل كانش لنا أي علاقة ولا أي تبعية لأي حد ولا أي جمعية ولا أي شيء، زي ما بعض الكذابين بيتكلموا علينا إلى الآن. دول كذابين كذابين كذابين. كان إحسان، دكتور إحسان، وأنا فقط اللي فتحنا حساب واللي بدأنا فعلا العمل الرسمي في بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.